أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا يسأل يقول: شخص نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر فكبر سنه وعجز عن الصيام، فماذا يفعل؟ إذا عجز عن الصيام سقط عنه، نعم، ولا يصام عنه أو يكفر حتى رمضان. إذا عجز عنه وليس عنده عقل، عنده عقل خرف، ما عليه الصيام، كيف بالنذر؟ أما إذا كان عنده عقل لكنه ضعيف الجسم ولا يقدر يصوم فهذا يقضى عنه، نعم.